بيكون مستقبلا في رسوم على أبشر أفراد؟ هذه تساؤلات كثير جتنا في هذا الخصوص. الأبشر أفراد سيبقى زي ما هو مجاني أبدا. إذا في خدمات مضافة أخرى يعني خدمات إضافية ليست الخدمات الأساسية هذا ممكن. يعني إذا خدمات إضافية ليست من الخدمات اللي أنت أصلا تروح الجوازات والأحوال عشانها يعني ممكن أقول لك استعراض بعض يعني بعض الخدمات اللي ممكن أنت تستفيد منها في بزنس آخر مع شركات أخرى ربط مع أبشر. وهذا بالمناسبة احنا جايين شغالين عليه إن شاء الله أن أبشر ممكن يربط على خدمات أخرى لقطاع خاص توفر أبشر كـ API بحيث قطاع خاص يربط عليه ويقدم خدمات لك أنت. هنا أنت دخلت في شراكة مع قطاع خاص. لا أنا بتكلم عن الخدمات الأساسية الموجودة اليوم. الخدمات الأساسية أبدا ستظل مجانية. ستظل مجانية زي ما هي. ما تدخلون لنا هذه نسبية ونسبية مجانية بإذن الله.